تعالوا نتعرف على عناوين اخبار حلقتنا النهارده. منتخب الناشئين يخسر من كندا في ثاني مواجهات كأس العالم للسلة. الأهلي يتعاقد مع حبيبة زعتر لدعم فريق الطائرة للسيدات. الأهلي يضم أمين هشام لفريق سيدات كرة اليد. منتخب مصر يحقق برونزية بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الإيقاعي. ياسر حفني أفضل مدرب في بطولة العالم للخماس الحديث للناشئين. ختام أول دوري مصري للبادل تنس. ثلاثة عشر دولة تشارك في البطولة العربية الدولية للناشئين للإسكواش. لوس أنجلوس يفوز على سان فرانسيسكو في دوري البيسبول الأمريكي. الجولة الرابعة تحسم لقب بطولة داو للغولف. أربعة لاعبين في صدارة بطولة إيطاليا المفتوحة للغولف.